الحمد لله ربي ما خيبناش، لاعبين قدموا اللي عليهم، طاقم تقني توقم بالعمل ديالو طيله الاسبوع، هي اللاعبين بدنيا ونفسيا لهذه المباراه هذه. كنبغي نشكر الجميع وعلى راسهم الجمهور، لانه صراحه بلا به ما كناش غنقدموا هذا الاداء وغتكون هذه النتيجه هذه. فالحمد لله كنا اليوم كانت العوده ديالنا للملعب ديالنا اللي كرتاحوا فيه، وحتى طريقه اللعب ديالنا فهي كتناسب هذا الملعب هذا. يعني كنا كنتكرفصوا شويه في الملاعب ديال السانتيتيك، فالحمد لله كما شفتوا اليوم الفريق رجعت ليه ديك الروح. بطبيعة الحال النتيجة كانت في صالحنا، كنتمناو إن شاء الله أننا نبقاو دائما في الصدارة، وهذه المرحلة ديال الراحة اللي غتكون، فكنحاولوا نستعدوا بشكل جيد للمباريات الجاية. وهو كيف ما قلتي، فالحمد لله احنا منذ بداية السنة فالفريق كان الطموح ديالو هو بطاقة صعود هذا الموسم هذا، فاستقطب لاعبين اللي عندهم تجربة شوية، ولاعبين اللي لاعبين في هذا القسم هذا، ولاعبين في القسم الوطني الأول والثاني. فالحمد لله التجربة ديال شي لاعبين فينفعت الفريق بزاف، كذلك مع وجود لاعبين شبان استقبلهم الفريق فعطوا ذاك الشيء اللي كان مطلوب منهم، والنتيجة خير دليل الحمد لله. فالفريق هو يعني هو الأول في هذه المرحلة الذهاب. بطبيعة الحال إذا كان شي تغييرات وكذا فكنظن بأن المكتب مسير فهو واعي بهذه المسألة هذه، وكذلك الطاقم التقني هما عارفين بشغلهم. كنتمنى احنا ما علينا إلا نخدموا إن شاء الله، واللي كان يقضي وش غنقول لك. فالحمد لله يعني المرحلة الذهاب كان هذا هو الهدف ديالنا ونساليوها في المقدمة. فكنبغي نشكر اللاعبين والطاقم التقني وكذلك المسيرين اللي ما نساش الدور ديالهم، لأنه وفروا لنا جميع الظروف خلال هذه المرحلة، فتا هما لعبوا دور كبير وكذلك الجمهور.